بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. لسه مكملين في البركة في القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم كتاب مبارك، ربنا عز وجل ذكر هذا الأمر في خمس مواضع زي ما دكتور جعفر في الحلقة السابقة ذكرنا بهذا الأمر. والحديث عن القرآن وقراءة القرآن صحابة القرآن هي كلها بركة في كل الأوقات والأحوال. فخلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور. الأستاذ طارق والأعزاء الكرام، فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عليكم السلام دكتور. يعني في الحلقة السابقة دكتور تحدثنا عن يعني بعض بركات القرآن في الدنيا، لم نكمل كل يعني هذه البركات، وأيضا طبعا يعني بركات القرآن في الآخرة. فالحديث معك دكتور إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يعني مكملين إن شاء الله أستاذ طارق حبيبي. طبعا دكتور احنا مكملين. الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرمة بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإن نؤمن على حمدهم، والتأمين دعاء كما علمنا ربنا تبارك وتعالى، وأصلنا وفصلنا ذلك في حلقات كثيرة سابقة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الحامدين معهم وفيهم، ويكتب لنا مثل هذا الحمد وعدده، حتى نكون بمن الله وفضله أفضل عباد يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز، كما في الصحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها، اللهم حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها ما أحييتنا، واعصمنا بمنك وطولك وفضلك ما أحيتنا من نواقضها ونقائضها، فلا عاصم إلا أنت. اللهم إنا نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك يا رب، وما شهد به لك ملائكتك، وشهد لك به أولو العلم من خلقك، كما أخبرتنا في ثانية السبع الطوال، فقلت ولزلت قائلا عليما، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نسألك من العلم بلا إله إلا الله ما أمرت به شفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في القتال فقلت، أو في السورة المسماة باسمه فقلت ولازلت قائلا عليما، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم بأسمائك الحسنى، باسمك الأعظم في علمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم من قلت أدعوني أستجب لكم، وقلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإنك لا تخلف الميعاد، ندعوك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا، وكل من يؤمن على هذه الدعوة أو يدعو بها اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، استبشارا وتفاؤلا بحديث الصادق المصدوق المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأرضيان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء في علمك، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء من بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء من بعد، عدد ما في
أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم علي أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فإن نؤمن على صلاتهم وسلامهم عليه، فاكتبنا من المصلين والمسلمين عليهم وعم وفيهم، واكتب لنا مثل هذه الصلاة والسلام وعددهما في جميع الصلوات والتسليمات التي يصلى بها عليه في علمك في ملكك في دوامك في جميع صلواتك وتسليماتك عليه. يا من تصلي عليه كما أخبرتنا فقلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، وأقرب خلقك منهم مجلسا يوم القيامة، وأولى الناس به، اللهم آمين، وما ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. وبعد، فما زلنا في أجواء قول المولى عز وجل في وصفه للقرآن بأنه مبارك. أي نعم. قال تعالى وهذا ذكر مبارك. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. أي نعم. وهكذا أكثر قرابة الأربعة مواضع في كتاب الله تحديدا المولى عز وجل يصف القرآن الكريم بأنه مبارك. ووضحنا في الحلقة السابقة أستاذ طارق حبيبي معنى مبارك. أي نعم دكتور. يعني اسم مفعول، والبركة فيه من الله سبحانه وتعالى. ووضحنا كذلك معنى البركة، أن البركة حتى المسلم عندما يسلم على أخيه فيقول له السلام عليكم ورحمة الله إيه؟ وبركاته. يعني بركاته عز وجل، يعني خير الله الثابت أو الدائم والنامي، ها باختصار شديد. البركة الخير الدائم والنامي. مرة ثالثة أخي طارق حبيبي، البركة معناها إيه؟ الخير الدائم والنامي. يعني الدائم مستمر ونامي ينمو ويزيد. يزيد نعم. فهكذا بركة القرآن الكريم دائمة ونامية. أي تزداد من وقت لآخر وهكذا. وقسمنا حديثنا عن بركة القرآن الكريم بأنه بركات في الدنيا وبركات في الآخرة. ووصلنا في تعداد بعض بركات القرآن الكريم في الدنيا إلى 9. وكان آخر بركة من بركات القرآن الكريم في الدنيا أن القرآن الكريم من بركاته أنه يرفع أصحابه ويكرمهم ويكون لهم بسببه قدر عظيم ومنزلة عالية، فصاحب القرآن الذي يقرأه ويؤمن به يرفع شأنه ويعلي ذكره ويوجب له حقا لم يكن ليناله بغير هذا القرآن الكريم إلى آخر هذا المعنى. وقلنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عاشرا، من بركات القرآن الكريم في الدنيا بركة ألفاظه وأساليبه، فألفاظه مباركة، ووجه البركة في ألفاظ أنها ميسرة للذكر ميسرة. ولذلك قال تعالى في قرابة الأربع آيات نص حرفي في سورة القمر، يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا رب أنا وأخي طارق والإخوة في الإخراج والإخوة في القناة والمسلمون جميعا، يا رب. سنة المسلم لما يسمع يعني آيات القرآن الكريم يتدبر معها وتأمل معها، وإذا مر على سؤال يجيب، فهذا سؤال ولقد يسرنا القرآن للذكر، السؤال هنا فهل من مدكر. أنا يا رب فانفعنا بهذا الادكار يا رب العالمين. فألفاظه ميسرة للذكر، معجزة في النظم، حسنة، بديعة، لها حلاوة في السمع وبهجة في النفس وتأثير في القلب. يدل اللفظ الوجيز القليل يعني منه على معان كثيرة مباركة، ولما لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أعطيت جوامع الإيه؟ الكلم، جوامع الكلم. قال الإمام الهروي رحمه الله يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، يبقى قليل اللفظ كثير المعنى. وفي صحيح السيرة مما يشهد ببركة ألفاظ القرآن وأنها لها حلاوة في السمع، حتى هذا ليس من كلام المؤمن فقط بالقرآن، إنما حتى من كلام الكفار. يعني في صحيح السيرة لما جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ الرسول عليه القرآن، فكأن الوليد رق للقرآن، قلب رق، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فبلغ ذلك أبو جهل عرف إن الوليد بن المغيرة قلب رق لما سمع القرآن. فأتاه فقال يا عمو
إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال يعطوكه، يعطوك المال ده، يجمعوا لك يعني ويحط في حسابك يعني. ليه؟ قال فإنك أتيت محمدا لتعرض، لتعرض عما قبله، تروح له تذهب إليه وتعرض عما قبله، مش تقبل لا تعرض. فقال الوليد بن المغيرة قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، مش محتاج مال يعني، بل أنتم بهديتكم إيه تفرحون. مش بتاع مال. قال له أبو جهل فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له، منكر أو كاره له. قال الوليد وماذا أقول؟ أقول إيه بس؟ أو إيش أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز، والرجز ده يعني إيه، ميزان، وزن من أوزان الشعر. أيوة. ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. الرسول بيقوله، القرآن بيقرأه، لا يشبه شيئا من هذا كله، ووالله، وهذا محل شبه، حديث صحيح في صحيح السيرة، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. حادي عشر، من بركات القرآن الكريم في الدنيا بركة معانيه. يبقى الأمر العاشر بركة الألفاظ يا أخي طارق. الآن بركة المعاني بقى لهذه الألفاظ. فالألفاظ وأثواب المعاني. فمن بركات القرآن الكريم في الدنيا بركة معانيه وكثرتها واتساعها وعظيم دلالتها، حتى أدهش البلغاء وأبهرهم، وصنف العلماء الكبار في بيان معاني بعض آياته، بعض الآيات رسائل كثيرة مفردة. فالحافظ ابن رجب، الحافظ ابن رجب أحد فحول علماء الحديث يا أخي طارق، واللي شرح صحيح البخاري في كتاب القيم فتح الباري، شرح صحيح البخاري، وضع صنف رسالة طويلة، رسالة طويلة في تفسير قوله تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء إن الله عز وجل غفور. معي أخي طارق؟ في هذه الآية فقط دكتور، فقط وضع فيها رسالة أخي طارق، مش بحث، مش بحث ولا مقالة ولا فصل، رسالة. والإخوة طلبة العلم ولا سيما في الدراسات العليا يفهموا هذه المصطلحات. هناك فرق كبير بين الرسالة والبحث والمقالة والفصل والباب. يعني الرسالة عدة أبواب، وكل باب عدة فصول، وكل فصل عدة أبحاث وكذا. فرسالة كاملة طويلة في تفسير قوله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، بيّن فيها من بديع المعاني ما يتعجب منه القارئ. والحافظ ابن الجزري، ابن الجزر رحمه الله، له رسالة طويلة سماها كفاية الألمعي. معي يا أخي طارق؟ أين عنده دكتور كفاية الألمعي؟ كفاية الألمعي في معنى قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أخلعي. بس الأربع كلمات دول دكتور يعني، أو الخمس كلمات دول يعني. أيوة. الآية رسالة فقط. رسالة برضو، رسالة مش بحث ولا مقالة ولا فصل ولا باب ولا كتاب، رسالة كاملة. رسالة، الرسالة خلي بالك يا طارق في المصطلح العلمي في الدراسات العليا، رسالة عدة كتب، والكتاب عدة أبواب، والباب عدة فصول، والفصل عدة أبحاث وهكذا. فالحافظ ابن الجزر رحمه الله له رسالة طويلة سماها كفاية الألمعي في معنى قوله تعالى، والآية بقى مشهورة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. طب دكتور معلش دكتور، هل معنى ذلك إن إحنا يعني كلما يعني طال الأمد بالقرآن كلما ظهرت معاني جديدة فنحن يعني نقبل من المعاني الجديدة ما يستجد طالما أنها صدرت من عالم ثقة؟ ده قد يفتح الله تعالى أخي طارق على اللي فسر القرآن قبل ذلك، لما يقرأه من جديد ويفسره من جديد يفتح الله تعالى عليه. ولذلك أنا يعني عفوا مع دراستي من الأزهر الشريف ويعني ماجستير ودكتوراه، عفوا في مكتبة الخاصة ما يربو على 100 تفسير، 100 تفسير ما شاء الله، قديما وحديثا، تفسير بالرواية، تفسير بالدراية. لما تسألني ما هو أحسن تفسير، لا أستطيع أن أقول لك واحد بعينه، لا أستطيع. وطالب العلم المحقق هكذا لا يستطيع أن يقول هذا أحسن تفسير، لأن أحسن تفسير في إيه؟ في التفسير بالرواية، ولا التفسير بالدراية، ولا التفسير بالمنقول، ولا التفسير بالمعقول، ولا التفسير بالبلاغة، ولا التفسير بقواعد النحو، ولا التفسير بالعقيدة، ولا إيه؟ ولذلك يعني القرطبي ربنا فتح عليه، لأنه رجل فقيه، فربنا فتح عليه في الآيات الأحكام، الزمخشري في البلاغة،
الإمام الرازي رحمه الله تعالى ربنا فتح عليه في جانب العقائد وهكذا، فلذلك لا يوجد، كلها تخدم كتاب الله عز وجل كلها. الحافظ السيوطي أو الأسيوطي نسبة إلى أسيوط حفظ الله أهلها وسائر محافظات أم الدنيا، الحافظ السيوطي ألف رسالة أيضا، رسالة أخي طارق في تفسير قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، سبحان الله، فقط رسالة. اسمع أخي طارق حبيبي بيقول إيه، استخرج منها 120 وجها بلاغيا من هذه الآية فقط. هذه الآية الله ولي الذين آمنوا 120 وجه بلاغي، شوف آية بس فقط. وسمى رسالته هذه سماها إيه بقى؟ فتح الرب الجليل للعبد الذليل، سبحان الله، فتح الرب الجليل للعبد الذليل. ومصنفات العلماء المفردة في تفسير بعض الآيات كثيرة، وهي دلائل كثرة معاني القرآن العظيم وبركة اتساعها. ثاني عشر من بركات القرآن الكريم في الدنيا. طب دكتور يعني قبل أن ندخل في الثاني عشر، ما هي الشروط اللي المسلم يقبل بها تفسير يعني أو مفسر للقرآن؟ يعني هل مفسر للقرآن له شروط معينة عشان نقبل منه التفسير؟ أيوة لازم أخي طارق، لازم، لابد أن يراعي قواعد التفسير. قواعد التفسير، من قواعد التفسير رعاية السياق والسباق. من قواعد التفسير أن المفسر لابد أن يلم بعلوم ما يسمى بعلوم الآلة. علوم الآلة، ما هي علوم الآلة؟ العلوم اللي يتوصل بها إلى معرفة مراد الله من كلامه. مثل إيه؟ فقه اللغة. أيوة. مثل علم أسباب النزول، مثل علم المكي والمدني، مثل علم المحكم والمتشابه، مثل علم الناسخ والمنسوخ، وبعدين علوم اللغة العربية، النحو، وبعدين علم الصرف، وبعدين كذلك علوم البلاغة الثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، دي كلها تسمى علوم الآلة، فلذلك لأنها آلة وأدوات لتفسير كتاب الله عز وجل. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني يخشى أن يتكلم في القرآن برأيه دون أن يكون عنده علم، ولذلك يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. ولذلك ليفسر القرآن بدون هذه العلوم، بدون هذه الألوات، ولذلك يعني يكون قد قال على الله بغير علم. ولذلك يقولون الله سبحانه وتعالى يسأله يوم القيامة، أو القرآن الكريم يقول تعالى فيه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام، ويقول تعالى ويقولون على الله ما لا يعلمون، يقول الله ما لا يعلم، فلا بد من أن يرجع إلى علوم الآلة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أول سفير في الدولة المسلمة كلها، سأله أرأيت إن عرضت لك قضية فبأي شيء تحكم فيها؟ أيوة. قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد ولا آل رأيي. فقال رسول الله، والحديث صحيح، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. سبحان الله. مرة ثانية، الحمد لله الذي وفق رسول الله، يعني سيدنا معاذ رسول الله السفير. أيوة. يعني رسول الله لما يرضي رسول الله. فلذلك دي منهجية في تناول التفسير، لأن الأعلم بالقرآن من أنزل القرآن. أي نعم. الأعلم بالقرآن من أنزل القرآن، ثم الأعلم بالقرآن بعد من أنزل القرآن من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، ثم الأعلم بالقرآن بعد من أنزله وبعد من أنزل عليه من عاشروا وعايشوا وعاصروا نزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثاني عشر من بركات القرآن الكريم في الدنيا أنه لا تنقضي عجائبه، وده السؤال اللي حضرتك طرحته من قبل. أيوة. لا تنقضي عجائبه ولا يحاط بمعرفته. لا يمكن أبدا لمسلم على وجه الأرض أن يحيط علما بتفسير كتاب الله عز وجل. سبحان الله دكتور، مهما بلغ من العلم دكتور، مهما بلغ. حضرتك تذكر في برنامجنا الشهير المبارك، أسأل الله تعالى أن يكتب له القبول ويعظم به النفع والأجر، برنامج ومضات من القرآن الكريم. أي نعم. لا تذكر حضرتك المقدمة فيها، ماذا كنت تقدم في المقدمة؟ يقول تقرأ قوله تعالى في إيه؟ في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. المدد ده كان بحر ثاني، بحر اثنين، ثلاث أبحر، أربعة. لا، اقرأ في لقمان، يقول تعالى ولو أن ما في الأرض، الأرض كل الأرض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده إيه؟ سبعة أبحر ما نفرت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فلا تنقضي عجائبه
ولا يحاط بمعرفته، فلو درس المرء تفسيره من فاتحة إلى خاتمته لم يحط بمعانيه، فإذا درسه مرة أخرى، وده السؤال حضرتك سألته منذ قليل يا أخي طارق، أيوة. إذا درسه مرة أخرى ظهرت له معاني لم تكن قد ظهرت له من قبله. سبحان الله. القرآن الكريم 13 من بركات القرآن الكريم في الدنيا أنه مبارك حيثما كان وحيثما حل. حيثما كان وحيثما حل، مبارك في قلب المؤمن، قلبه هو لأن القلب، يعني القلب ده القلب المؤمن وعاء القرآن الكريم، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدور الذين أوتوا العلم، وعبر عن القلب بالصدر لأن الصدر هو يعني محل القلب. نعم. بل هو آيات مبارك في قلب المؤمن، مبارك في نفسه، مبارك في حواسه، مبارك في جوارحه، يهديه ويثبته ويرشده ويبصره، ويزداد بتلاوته إيمانا، ويزداد يقينا، ويزداد طمأنينة وسكينة. في الرعد يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إيه؟ لذكر الله. أعلى ذكر الله القرآن الكريم. أينا. والقرآن سماه الله تعالى ذكرى، كما قلنا في هذا البرنامج أكثر مرة: إن الذين كفروا بالذكر وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إن نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون. اثنين، القرآن الكريم مبارك في صدر الذي يحفظه، مبارك في نفسه، في حواسه، مبارك في صدره الذي يحفظه ويتسع وينفسع، مبارك في المجلس الذي يقرأ فيه، مبارك في المجلس الذي يقرأ فيه وتدارس فيه آياته، فتتنزل على أهل المجلس السكينة وتغشاه الرحمة وتحفوهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مبارك في البيت الذي يتلى فيه القرآن، البيت اللي يقرأ فيه القرآن بيت مبارك، وعنوان البركة أن هذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم تطرد عنه الشياطين، تطرد عنه وتطرد منه. واضح الفرق يا أخي طارق؟ تطرد عنه وتطرد منه. تطرد عنه يعني ما فيش شيطان برا يدخل، وتطرد منه الشيطان اللي في الداخل يخرج. حصان حصن. طب دكتور، يعني كم المدة اللي يحصل فيها كده؟ يعني الواحد لو قرأ سورة البقرة في البيت قد إيه المدة الفاعلية بتاعت البركة هذه؟ مع الاستمرار، مع الاستمرار يكون الاستمرار، مع الدوام يكون الدوام. الحديث طبعا لما قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ، خلي بال حضرتك اهو اللي جاب على سؤال حضرتك اهو في العبارة النبوية. أيوة. إن الشيطان يفر من البيت الذي إيه؟ تقرأ. تقرأ، لم يقل قرأت. تقرأ 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 تقرأ. استمرار. استمرار. مريض يروح للطبيب يقوم بالفحص والكشف وتحليل دم وكشف أشعة، وبعدين يكتب له روشتة، يكتب له الوصفة بتاع الدواء. في دواء يكون مدته يوم، في دواء مدته أسبوع، في دواء مدته مثلا شهر، في دواء بقى دائم. يقول له ده طول عمرك بقى، هو ده الدواء. ولذلك القرآن شفاء، القرآن دواء، القرآن عصمة، القرآن حصن حصين. ولذلك العبارة النبوية في إجابة سؤال حضرتك: الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ، وبعدين يفر ما هو لا ينام. لعلي قلت أمس سئل بعض الصالحين: أينام الشيطان؟ قال: يا ليت ينام، لكن ينام كنا نرتاح شوية، نأخذ فاصل ويواصل والعياذ بالله. ولذلك حكى الله عنه قوله ومؤامرته وكيده، قال كما في سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، لا من الكثرة غير الشاكرين. طب دكتور، هذه البركة دكتور، يعني بركة قراءة القرآن داخل المنزل، يعني لو لو فرض واحد بس من البيت هو اللي قرأ، يعني كل البيت يتأثر؟ يعني كل البيت يحصل هذه البركة، ولا فقط اللي قرأ؟ كل البيت يتأثر، لكن يزداد هذا الخير لو الكل قرأ، لأنه هو في البيت. طب واللي ما قرأش هذا هيستفيد من البركة اللي في البيت؟ يا ناس يا فل، الخير لإيه؟ للكل. الخير للكل. طيب لكن لو أن كل شخص قرأ، يبقى في حصانة قوية، نور على نور، حصانة على حصانة، خير على خير، يعني نور على نور. طب دكتور هل ممكن بس لو يعني جزء من سورة البقرة، يعني واحد مثلا قرأ ربع أو ربعين يأخذ برضو بنصيب من البركة، ولا لازم تقرأ كاملة؟ لا، النص واضح. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن ورد بعض الأحاديث يا أخي طارق في فضل بعض آيات سورة البقرة، مثل آية الكرسي. أين سيدة آية القرآن الكريم؟ أين؟ ومثل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: آمن الرسول، إلى قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحديث الصحيح
يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأهما في ليلة كفتاه. وفي الحديث الصحيح أيضا إذا تليت هاتان الآيتان اللي هم آمن رسول الآخر الصورة الشيطان يبتعد عن هذا البيت ثلاث ليالي، ثلاث ليالي بس، ثلاث ليالي دكتور يرجع ثاني. طيب يبقى إذن القرآن الكريم مبارك في البيت، مبارك في البيت، البيت الذي يقرأ في القرآن بيت مبارك، ووجه البركة أنه يطرد عنه ومنه الشياطين. دكتور حضرتك يعني في الحلقة الماضية كنت أجبت على السؤال اللي هو أن القراءة هي العبرة وليست يعني مثلا سماع أو ما إلى ذلك. القراءة دكتور تشمل القراءة العادية أو قراءة داخل الصلاة أيضا، مش كده مظبوط؟ في داخل الصلاة أو خارج الصلاة. أين داخل، لكن واضح النص. يعني انتهز فرصة لسؤال حضرتك الآن، أقول الفضل والبركة في القراءة. أي نعم، الفضل والبركة في القراءة للسكان، مش للشريط ولا للنت ولا اليوتيوب ولا غيره، لا السكان نفسهم يقرؤون. ولعلي قلت قبل ذلك أكثر مرة، جسدك هذا هو بيت لروحك، بيت لروحك. فلما تقرأ اللي انت شخصيا تقرأ القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يعصم جسدك ويعصم نفسك ويعصم بدنك ويعصم بيتك كذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. ثابت البناني رحمه الله، يعني التابعي الجليل، يروي عن ابي هريره انه كان يقول في البيت اذا تلي فيه كتاب الله اتسع باهله. البيت اتسع سبحان الله، يعني حتى لو كان ضيق دكتور، ضيق ماديا يعني. يا خطار حبيبي، سموا الخياط للاحباب ميدان. سموا الخياط للميدان أحباب، يعني مكان ضيق. العبرة بالبركة مش بالكثرة ولا بالسعة، البركة الله. بس ما انت بتجد بيوت قصور خاوية على عروشها، لا فيها خير ولا فيها بركة ولا فيها أمن ولا فيها أمان ولا فيها اطمئنان ولا فيها سكينة، وتجد بيوت كوخ كوخ من الأخواخ. ولذلك بعضهم بيقول إيه، يقول لك الأصيلة تعمل من كوخ قصر. المرأة الزوجة الأصيلة لو زوجها ما عندوش قدراته إلا أن يجيب لها كوخ، الكوخ ده كأنه قصر، تجعله قصر منظم مرتب نظيف يعني، وهكذا. فيقول أبو هريرة البيت الذي إذا البيت إذا تلى فيه كتاب الله اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرج منه الشياطين، والبيت إذا لم يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وابن سيرين المشهور في الدنيا بين المسلمين بأنه إيه، مفسر إيه يا أخي طارق؟ الأحلام دكتور، مفسر الأحلام. والرجل على علم بالأحكام أيضا، ولكن طبقت شهرته الآفاق بتفسير الأحلام مع أن عنده علم بالأحكام، لكن غلبت الشهرة على الأحلام. يقول ابن سيرين، محمد بن سيرين وهو عالم من علماء الأمة معاصر للحسن البصري، يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره إلى آخر هذا. وبعض السلف عد البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن صفرا من الخير. صفرا، ما فيش فيه خير، صفر. أيوة صفر، صفر، كما قال عبد الله بن مسعود إن أصفر البيوت، أصفر البيوت البيت الذي صفر من كتاب الله. وعبد الرزاق المحدث اليمني رحمه الله تعالى في كتاب المصنف يقول إن أصفر البيوت من الخير، يعني البيوت الخالية من الخير، البيت الذي ليس فيه من كتاب الله تعالى شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وأيضا اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الإيه، الحي والميت. الحي والميت. أنا. وأعلى أنواع الذكر إيه، القرآن. فالذي يقرأ القرآن حي والذي لا يقرأه ميت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي فيه بالناس. وكذلك قوله تعالى في الأنفال يا الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم. في الحديث الصحيح اللي بيدل على أنه تنزل، على أن الملائكة تنزل لتلاوة القرآن في البيت، حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه الصحابي الجليل، كان يقرأ ليلة في مربده، والمربد المكان اللي بينشر فيه التمر عشان يجف أختام يا أخي طارق. أي نعم، المربد اللي هو المكان اللي بينشر فيه الرطب حتى يجف، يقرأ سورة البقرة. إذ جالت فرسه، جالت بمعنى إيه دكتور؟ من الجولان. مش جالت يعني بقاف قاف وتقلب جيم زي بعض إخواننا في بعض الشعوب العربية فلان يقول كذا، لا، إذ جالت فرسه، جالت يعني تحركت الفرس، تحركت. فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد
فخشيت أن تطأ يحيى. يحيى ده ابنه نائم، والمكان اللي هو نائم فيه قريب من المكان اللي الفرس مربوطة فيه. فقمت إليها، راح أسيد شوف الفرس دي بتتحرك ليه، فإذا مثل الظلة فوق رأسي، مظلة فوق رأسي فيها أمثال المصابيح. الظلة دي بتنزل وكأنها، شفت الخيمة أخي طارق، الخيمة اللي يكون فيها مصابيح وكلوبات. كلوب يعني إيه أخي طارق؟ يعني لمبة دكتور مثلا، أو يعني مصباح يعني. كلوب بقى الناس قديمة بقى. يعني فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال المصابيح مدلات بين السماء والأرض، عرجت في الجو، صعدت العروج الصعود، تعرج إليه الملائكة، عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله في الصباح، ذهب رسول، فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي سورة البقرة إذ قالت فرسي، فقال رسول الله اقرأ ابن حضير اقرأ، فقلت خنأت، ثم قالت، فقال رسول الله اقرأ ابن حضير، فقلت خنأت، ثم قالت، فقال رسول الله اقرأ، قلت يا رسول الله ما استطعت أن أمضي، ما كنت استطيع أستمر، فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، فخشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال الزرع، فيها أمثال السرج يعني مصابيح، فعرجت في الجو. قال رسول الله تلك الملائكة كانت تستمع لقراءة سورة البقرة. سبحان الله. فلو قرأت، ولو قرأت، لو استمرت في القراءة، لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. شوف، ويكون يعني هذا البيت منارا لأهل السماء. البيت اللي يقرأ فيه القرآن دكتور يعني. البيت اللي يقرأ فيه القرآن. أيوة. البيت من بركات القرآن الكريم في الدنيا. أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم يكون منارا، منارة، المنارة يعني مكان منير لأهل السماء، كما أن النجوم منارات لأهل الأرض. في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى بيوتهم قبورا. وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. من بركات القرآن. طب دكتور، هو الأفضل يعني أن المسلم يقرأ مثلا يعني ختمة كل يوم جزء، ولا يقرأ سورة البقرة كل يوم مثلا؟ لا، هذا وهذا. هذا وهذا. ختمة يبقى له ورد يومي. وقلنا في هذا البرنامج المبارك وبرنامج وردنا القرآن الكريم إن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لكل مسلم مدة 40 يوما لا تزيد عن ذلك يكون ختم القرآن فيها. 40 يوم. 40 يوم. حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام وقت لكل مسلم ومسلمة إنه ما يزيد مدة على 40 يوم إلا يكون ختم القرآن الكريم. في بعض الإخوة عندهم همة، بعض الأخوات عندهن همة وعزيمة عالية فبيقرأ أقل من ذلك. والصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه اللي كان بيقرأ في أقل من ذلك قال رسول الله أستطيع، قال في 30 أستطيع أكثر من ذلك، الرسول نزل به إلى 3 أيام. فبالتالي لابد من الختم. ويقرأ بقى الايه الورد اليومي بقى اللي هو التحصيل اليومي، سورة البقرة، سورة الملك كل ليلة ليقيه الله تعالى عذاب القبر وفتنته، يقرأ المسبحات كما قلنا في هذا البرنامج أيضا. هناك سنة مهجورة من هذا المنبر وبهذا البرنامج ندعو إلى إحيائها، وهي قراءة سورة قراءة المسبحات كل ليلة قبل النوم. أين مسبحات يا إخ طارق؟ اللي هي حضرتك ذكرتها قبل كده، الصور اللي بتبدا بسبحه لله. أيوة. او يسبح لله. ايوه. تبدا بماده سبحه مصدر زي الاسراء سبحانه، فعل ماضي زي الحديد والصف والحشر، فعل مضارع زي التغابن الجمعه، فعل امر زي يسبح اسم ربك الاعلى صوت الاعلى. وكذلك كان يقرا الرسول قبل ان ينام سوره السجده وسوره الزمر، وكذلك يعني وهكذا سور كثيره. خمسه او سته. القران الكريم مبارك على الورق، الورق الذي يكتب فيه. يا طب كده دكتور، يعني يشمل ايضا التليفون اللي عليه الـ 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 القران؟ نعم. ولا نعم نعم. الورق الذي يكتب فيه بس مع التحفظ بعض الشيء. فالورق الذي يكتب فيه القران، لان الورق هنا اخي طارق حبيبي خلاص تمحض للقران، اصبح فقط القران. واضح. واضح كده، مخصص للقران الكريم، لكن التليفون لا. فالورق الذي يكتب فيه القران يكون له شان عظيم بعد تضمني لايات الله، وتكون له حرمه عظيمه وأحكام كثيرة في الشريعة بسبب تضمني لهذا القرآن العظيم المبارك. فتشرع الطهارة لمسه، تشرع فقط. قال لي بالك اختاري تشرع. هل هذه المشروعية واجبة؟ بعض العلماء يقول ذلك ولست معهم، بعض العلماء يقول أنها سنة وأقول بذلك. تشرع الطهارة لمسه ويجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به، بل يكفر من يدنس هذا الورق أو يطأه امتهان القرآن. وما كان ذلك الورق لينال تلك المكانة
والكرامة والحرمة في الشريعة إلا لما تضمن كتاب الله عز وجل. فما الظن بقلب حفظه ووعاه واتبع هداه. سبحان الله. من بركات القرآن الكريم في الدنيا إن صاحب القرآن محل غبطة. محل غبطة، الناس تتمنى تكون زيه. محل غبطة وتتمنى أن تعطى مثل ما أعطيها. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. يعني الحسد المشروع هو هنا بمعنى الغبطة. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل، يعني ساعات الليل، وآناء النهار، يعني ساعات النهار، يقرأ في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، في العصر، في الظهر، في العشاء، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل. يعني تتمنى الخير اللي انت فيه، تتمنى، لكن هذا حسد محمود، تتمنى مثله لكن لا تتمنى زوال النعمة، لأن تمنى زوال النعمة حسد وهو ممنوع شرعا وكبر من الكبائر. من بركات القرآن الكريم في الدنيا أن حافظ القرآن وتالي القرآن مستكثر من السمن والعسل، مستكثر من السمن والعسل بالمعنى الأدبي أو المعنى الإيه أو المعنى نعم المعنى الأدبي. في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة في المنام ظلة. رأيت ظلة، ظلة كده شمسية، سماها ايه بالانجليزي يا اخي طارق؟ شمسية، بالانجليزي امبريلا. طيب، تنطف السمن والعسل، تنطف يعني بتنقط سمنة وعسل. فأرى الناس يتكففون منها، الناس بيمدوا اكفهم اليها. فالمستكثر والمستقل، اللي بياخد كثير واللي بياخد قليل. وأرى سببا واصلا من السماء الى الارض فأراك اخذت به فعلوت. شفت، رأيتك أنت رسول الله أخذت به فإيه، يعني أخذت يعني أعلى شيء. أيوة. ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر: رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فلا أعبر النهر. يعني دي رؤية منام يا أخي طارق. رجل قصي على الرسول بس أنا أبو بكر جالس. قال: رسول الله، يعني احلف عليك انك تتركني انا اللي افسر الرؤيا دي، انا اللي اعبرها، والله لتدعني فلا اعبرنها. شوف بقى الرسول عليه الصلاه والسلام قال له: رسول الله، اعبرها. اعبر يعني ايه؟ يعني فسرها. يعني عندنا في كتب الحديث كتاب يسمى كتاب التعبير، كتاب الرؤى. فقال ابو بكر: اما الظله فظله الاسلام. ظلة هي الإسلام. الناس بتاخذ من شعب الإسلام والإيمان كثير، الناس تاخذ قليل وهكذا. وأما الذي ينطف من السمن والعسل، اللي بنقط سمن وعسل، القرآن حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف الناس من ذلك، اللي بمد أكفهم وبياخذوا من السمن والعسل، فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله، كذا سيدنا أبو بكر عبر إيه؟ عبر رؤيا أخي طارق. أخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ أنا قل لي أنا سليم؟ صواب ولا؟ قال رسول الله: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. بعض الكلامك مظبوط وبعض الثاني غير مظبوط. فقال: والله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. خلي بالك يا طارق، في المرة الأولى حلف على الرسول أن الرسول يترك له الفرصة أن هو إيه؟ أن هو يفسرها، يعني يفسر الرؤية. فالرسول بر قسمه. المرة دي بقى لما عرض التفسير، وبكده نستفيد الرسول عالم، الرسول عنده علم، مثل سيدنا يوسف عليه السلام كان عنده علم تفسير الأحلام. يا أبت إن رأيت 11 كبأ الأخرة. فرسول سيدنا محمد أعطاه الله ما أعطى لأخي يوسف عليه السلام. لكن لما فسر أبو بكر الرؤية أو عبر الرؤية فأصاب بعضا وأخطأ بعضا، كان يريد أن يعرف ما الذي أخطأ فيه. فحلف على الرسول: والله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. فقال رسول الله: لا تقسم. لا، تاني مرة بقى يبدو عشان حتى ليأخذ عليها أبو بكر. فالخطأ فين عند أبو بكر؟ والرسول لم يوضحه له ولم ينص عليه، لكن بعض العلماء اجتهدوا فيه. قال ابن تير أحد علماء الحديث: أخطأ لكون المذكور في الرؤيا شيئين، العسل والسمن، ففسرهما بشيء واحد اللي هو القرآن. والصحيح أن يفسر السمن والعسل بالإيه؟ بالقرآن والسنة.
وذلك يقول ابن التين كان ينبغي أن يفسر السمن والعسل ليس بالقرآن وحده بل بالقرآن والإيه والسنة، لأن القرآن لأن السنة منزلة ووحي من عند الله، كما أن القرآن وحي من عند الله كما قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وكما قال تعالى ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه يوحى. يوحى نعم. طيب وجزء طيب من فائدة هذا الحديث، من فائدة هذا الحديث يعني قال الإمام النووي في دليل لما قال العلماء إبرار القسم، مش كل واحد يحلف عليك يمين تبرر في قسمه يا أخي طارق. مش كل ليس كل من يحلف عليك يمين يقول لك والله يا أخي طارق تعمل كذا. لا ليس كل ما ليس كل يمين يجب الإبرار به إذا ولا سيما إذا كان في الإبرار مفسدة. إذا كان في تفسير رؤية مفسدة، إذا كان فيها مشقة ظاهرة. فإن كان لم يؤمر بالإبرار لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبر قسم أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة. من بركات القرآن الكريم في الدنيا على إن صاحب القرآن على ميراث وحظ عظيم من تركة المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام حظه. قل للرسول ماذا ترك لنا يا أخي طارق؟ ترك العلم القرآن. تركة الرسول إيه؟ القرآن. تركة الرسول القرآن والسنة. فمن على قدر حظك من القرآن والسنة على قدر حظك ونصيبك من ترك التركة. لما يتوفى إنسان واحد نصيبه في التركة النصف، واحد نصيبه في التركة الربع، واحد نصيبه الثلثان وهكذا. فقال الله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم قال تعالى خلي بالك اختار بالنسبة للرسول ربنا قال له إيه أوحينا إليك. طيب لكن أتباع الرسول قال ثم أورثنا الكتابة. يبقى أتباع الرسول ورثة. ثم أيوة. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء الورثة ليسوا سواء، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اجعلنا لهؤلاء السابقين أئمة يا رب العالمين بإذن الله. ذلك الفضل الكبير. وبعدين بعد ذلك عن عبد الله الرومي مر أبو هريرة بسوق المدينة. أبو هريرة مر بسوق المدينة فوقف عليه يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أو يقسم. ميراث رسول يقسم وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قال وأين هو؟ الجماعة إيه أصحاب بقى الرصيد بقى والدولار قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، تركوا السوق وما فيه وذهبوا إلى المسجد. ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ ما فيكم؟ قال أبو هريرة أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيء يقسم. قال أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوم يصلون وقوم يقرؤون القرآن وقوم يتذكرون الحلال والحرام. فقال أبو هريرة ويحكم هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بركات القرآن الكريم في الدنيا أن من يتلوه ويتعلمه ويعلمه ويحكم به ويتحاكم إليه وينشره ممتثل أمر الله تعالى. لأن الله تعالى أمر بتلاوته فقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك سورة الكهف. وفي سورة العنكبوت أتل ما أوحي لك من كتاب وأقم الصلاة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه له كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وبعدين عاشرا من بركات القرآن الكريم على صاحبه إن صاحبه من التجار. ناس بقى يا أخي طارق بتجرب الدين. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبر. من بركات القرآن الكريم في الدنيا أن صاحبه يكتب الله له لسان صدق في الأرض. إذا كان متعلم القرآن ويعلمه ويعمل به يكتب الله تعالى له لسان صدق كأبيه إبراهيم الذي دعا ربه فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لما سألوا أبو سعيد أوصني يا رسول الله قال أوصيك بتقوى الله إلى آخر الحديث. وعليك بذكر الله وتلامة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. روحك يعني راحتك وذكرك في الأرض أن يجري الله على ألسنة الخلق الثناء عليك الثناء الحسن. وعن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس وحده فقلت رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. بصاحب القرآن الكريم من بركات القرآن الكريم في الدنيا أنه يزداد حسنات على حسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من بركات القرآن الكريم في الدنيا
أن الذي أن الشخص صاحب هذا القرآن يتلوه في مجلسه في بيته في حركته في الحياة هو نموذج يقتدى ويحتذى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ويظل صاحب القرآن ببركة القرآن العظيم في الدنيا أنه يظل ممتعا بذاكرته. بعض الناس لما يتقدم في السن يصاب بالزهايمر ينسى، لكن صاحب القرآن يظل من بركات القرآن الكريم في الدنيا أنه يظل ممتعا بذاكرته حتى آخر عمره. طب أنا دكتور يعني أحيانا بعض المسلمين يعني بيشتكي من أنه بيحفظ القرآن بس بينسى مرة تانية، فإزاي الواحد يعني يحفظ القرآن بقى وما ينساش؟ أيوة يعيد يعيد. الحديث يقول تعالى: هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفلتا، وفي رواية تفصية من الإبل من عقليه، ودي لحكمة يعلم الله أخي طارق. إيه الحكمة؟ ممكن جدا ربنا يرزق الإنسان حفظ القرآن مرة واحدة لكن لن يقرأه بعد ذلك. خلاص ما أنا حافظ أقرأه ليه؟ إنما لما ينسى يرفع ذلك لأنه إيه؟ يعيد مرة تانية، يعيد قراءة. وفي ذلك باب من أبواب الأجر بالنسبة له. أرأيت؟ يعني الله. القراءة يعني، ولذلك ده فضل وباب كبير من أبواب الأجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشهد لهذا المعنى أن صاحب القرآن يظل ممتعا بذاكرة قوية حتى آخر عمره، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. ثم قرأ قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال تعالى: ثم ردنا أسفل السافلين إلى الذين معهم صالحات. قال ابن عباس: إلا الذين قرأوا القرآن. اللي قرأوا القرآن لا يرد الأسفل السافلين ولا يرد الأذل العمر. من بركات القرآن الكريم في الدنيا على صاحبه أنه يتزود كل يوم تعلما وتدبرا وتأملا وتفكرا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ وطحان ده مكان قريب من المدينة، ربنا يحملنا وإياكم إلى بلد رسوله وإلى حرمه الآمن يا رب. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين؟ يأخذ ناقتين كومين، الناقة الكومة اللي هي السمينة البدينة، زهروين ناقة بيضاء، فيأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: كلنا يا رسول الله، كل واحد فينا يحب أن كل يوم يكسب ناقتين. فقال: لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يعني الآية خير من ناقة، آيتين خير من ناقتين، والثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. دكتور تمام، لسه يعني دقيقتين دكتور من وقت الحلقة تقريبا أو ثلاثة يعني. طيب وبركات الدنيا عم فيها إيه؟ ما احنا يعني البركات إن شاء الله دكتور معانا في حلقات. طيب إن شاء الله. طيب إن شاء الله. صاحب القرآن يعني ببركات القرآن في الدنيا أنه يكون أفضل الأمة وخيرها. الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث أيضا أبو موسى الأشعري أرسل إلى قراء البصرة فدخلوا عليه 300 رجل، 300 رجل من قراء البصرة يا خطارة، كلهم قرأوا القرآن. فقال: أنتم خيار البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو أحب. اللي يأخذ السبع الأول اللي هي أي خطارق القرآن الكريم عند السبع المثاني، اللي هم السبع الطوال يعني. السبع أيوة الطوال. السبع المثاني الفتحة، السبع الطوال هي البقرة العمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، دي السبع الطوال. يقول الرسول: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. حبر يعني عالم. حبر ده اللي ياخذ السبعه بس دول، ما بالك باللي ياخذ القران الكريم كله. ولذلك الله سبحانه وتعالى سماهم ربانيين: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون وقراءة كنتم تدرسون. والله سبحانه وتعالى سماهم مصلحين: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. من بركات القران الكريم في الدنيا، واختم، ان القران الكريم من بركاته على اصحاب الدنيا انه من اعظم الوسائل التي يسال بها الله ويستجاب بها الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن يسأل الناس به. وعن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه. وفي الأثر أيضا: ما تقرب العباد إلى الله
ما تقرب عباد الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. فلذلك نتواصى في ختام هذه الحلقة إن شاء الله على وعد أن يجمع الله بيننا في حلقة ثالثة نكمل فيها بركات القرآن الكريم في الدنيا، ثم نعقب على بركات القرآن الكريم في الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى نتواصى أن نتقرب الله بالقرآن، الذي عنده حاجة دنيوية أو حاجة أخروية يقرأ ما تيسر من القرآن، أي قدر من القرآن، حزبا جزءا سورة ربعا، ثم بعد ما اقرأ قل اللهم إني أسألك برحمة هذه الآيات والكلمات وما لك فيها من أسماء وصفات، أسألك أن تقضي حاجتي وأن تيسر أمري وأن تشرح صدري بالقرآن العظيم. نسألك يا ذا الكرام رفعة لا تضعنا بعدها أبدا، وكرامة لا تهنا بعدها أبدا، وعزا لا تذلنا بعده أبدا، ورزقا هنيا لا تحرمنا بعده خيرا أبدا. اللهم بالقرآن العظيم، بالقرآن العظيم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. بالقرآنك العظيم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، وهادي الضلال وراد الضالة، يا رب القرآن العظيم بهذا القرآن العظيم اجمع بيننا وبين أحبائنا، اجمع بين المسلمين وأحبائهم يا رب العالمين، ولا تفرق بينهم أبدا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. بقرآنك العظيم انصر إخواننا في فلسطين ولا تنصر عليهم، انصر إخواننا في أرض الإسراء والمعراج ولا تنصر عليهم، خزل عنهم ولا تخزلهم، استر عوراتهم وسدد رميتهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام العزة التي لا ترام أن ترد كيد الصهاينة المتحنة في نحورهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع للصهاينة ولا المحتلين في فلسطين راية ولا تحقق لهم غاية، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. هذا وإلى حلقة ثالثة إن شاء الله أستكمل باقي حديثي عن بركات القرآن الكريم في الدنيا وفي الآخرة. فإلى ذلكم ملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.